أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها عم ندرس تحت ضوء الشمعة. شد حبال بين أصحاب المولدات والدولة يغرق البلد في العتمة. فقد حملنا صاحب الغبطة إلى الإخوة في حزب الله أن يساعدوا في نزع هذه العقبات. مراوحة حكومية بسبب تعطيل حزب الله، والحرير غير معني ببازار توزير سنة 8 أدار. السيسي ينتقد التدخل الإيراني بشؤون الغير ويقول إذا تعرض أمن الخليج للخطر سنحرك قواتنا. صباح الخير. على مدى ساعتين من الزمن أغرقت العتمة لبنان بعدما أطفأ أصحاب مولدات الكهرباء مولداتهم تعبيرا عن رفضهم إجراءات وزارة الاقتصاد. في المقابل أكد الوزير رائد حوري تمسكه بقرارات الوزارة بشأن تركيب العدادات. التقرير لحسن درويش. عم ندرس تحت ضوء الشمعة. في العام 2018 هذه صورة لبنان. ظلام حالك في معظم المناطق اللبنانية، لا سيما في طرابلس والمتن وكسروان وبيروت وبشامون وصيدا وبعلبك، بعدما قام أصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم من الساعة 5 حتى 7 مساء. نحن جميعا التزمنا بالقرار اللي صدر بالمؤتمر الصحفي اللي أصدره رئيس جمع أصحاب الشركات أصحاب المولدات الخاصة بلبنان. هي خطوة تحذيرية قام بها مالكو المولدات، سببها استدعاء جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية للعشرات منهم بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم إلى القضاء المختص على خلفية عدم التزامهم بقرار وزير الاقتصاد رائد خوري المتعلق بتركيب العدادات وبتحديد تسعيرة معينة للميجاوات من الطاقة. لم تعد مشكلتنا بالاقتصاد أو الطاقة أو بالقرارات الجائرة الصادرة عنها فحسب، بل بطريقة المعاملة المزلة المهينة وسوقنا كالمجرمين إلى المراكز الأمنية وغرف التحقيق بطريقة تمس الكرامات. لا يا معالي الوزير، لن يكون هناك صاحب مولد محتجز حريته، مغصوبا عليه حقه، مهتوكة حرمته، مسلوبة منه كرامته، ومولداته ما تزال تسد نقص وعجز وتقصير دولتكم الكريمة. من جهته اعتبر الوزير رائد خوري أن ما يقوم به أصحاب المولدات هو تهديد وتحد لقرارات أجهزة الدولة. بالنتيجة في قرارات الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الرقابية الأمنية القضائية الإدارية والوزارات عم يتحدوه، يعني جماعة غير شرعيين عم يتحدوا قرار كل أجهزة الدولة سواء، اللي عم بيهدد الناس يبتزهم ياخذ منهم أموال عن غير وجه حق. طبعا ما رح نقبل القضاء، في قضاء في دولة، في قضاء في قوى أمنية. وسط هذه الأجواء واصل مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جولاتهم على بعض أصحاب المولدات المخالفين والذين يتقاضون بدلات تأمين مسبقة خلافا للقرار، إذ وقع المخالفون في بعلبك وبناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي على تعهد بالالتزام بالقانون وبقرار وزارة الاقتصاد. سياسيا، برزت الرسالة التي حملها البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان موجهة إلى حزب الله، وتتضمن دعوة لتسهيل تشكيل الحكومة. فالملف الحكومي حضر في لقاء الراعي وقبلان في بكركي، فضلا عن بحث إمكانية عقد قمة روحية محورها قضية الإعلام. وقد اعتبر الشيخ قبلان أن حزب الله قد يذهب إلى حلول تتعلق بالإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى الحوار. وقد حملنا صاحب الغبطة إلى الإخوة في حزب الله أن يساعدوا في نزع هذه العقبات، وهذا الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى روية
حتى نساعد في معالجة قضايا الدولة والوطن. إلى ذلك، رفضت مصادر الرئيس المكلف سعد الحريري التعليق على السيناريوهات التي ينسجها الإعلام حول أسباب عدم عودته من باريس بعد، وقالت لصحيفة الجمهورية: موقفنا واضح، الرئيس المكلف أنجز مهمته وتشكيلة الوزارية أصبحت جاهزة، لكن ما يحول دون إعلان الحكومة هو عدم تسليم أسماء بعض الوزراء بعد، والرئيس الحريري في انتظار أن يتسلمها لكي يتوجه فورا إلى القصر الجمهوري ويعلن ولادة الحكومة، فليتفضلوا وليسلموا الأسماء الناقصة ونقطة على السطر. وجددت المصادر نفسها التأكيد على رفض الحريري القاطع لتوزير سنة الثامن من أذار في حكومته، وشددت على ألا نقاش في أي موضوع آخر. كتلة المستقبل النيابية رحبت بموقف رئيس الجمهورية رافض للمطلب التعجيزي الذي يطرحه حزب الله لتشكيل الحكومة، مؤكدة أن هذا المطلب لا يهدف إلا إلى تعطيل عملية التشكيل. أكدت كتلة المستقبل النيابية أن الجهود التي قام بها الرئيس سعد الحريري أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة التي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدى إلى وقف عملية التشكيل. وخلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري، رحبت الكتلة بموقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا المطلب التعجيزي، واعتبرت أن موقفه يدل على حس رفيع بالمسؤولية الوطنية وحرص على تشكيل للحكومة بأسرع وقت. ورأت الكتلة أن المنطق الذي يواجه به كل من الرئيس عون والرئيس الحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين هو منطق سليم، إذ لا يستقيم تجمع نواب منتسبين لكتل مختلفة وممثلة أساسا في الحكومة للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني والتفاهمات التي أرساها الرئيس المكلف بين جميع الكتل المشاركة في الحكومة. وأكدت الكتلة أن ما يعزز الشكوك في أن هذا المطلب التعجيزي لا يهدف إلا إلى تعطيل تشكيل الحكومة هو معرفة المعنيين السابقة والمسبقة ومنذ اليوم الأول للمشاورات بأنه سيقابل برفض قاطع وحاسم من الرئيس المكلف ومن شريحة واسعة من اللبنانيين والكتل السياسية. الكتلة توقفت عند الجهود التي بذلها الرئيس الحريري مع المسؤولين الجزائريين لتفادي وقوع كهرباء لبنان في أزمة إمداد بمادة الفيول، ما جنب اللبنانيين أزمة زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ومصالحهم. وأكدت على ضرورة إيجاد حل يمنع تكرار مثل هذه الأزمة بانتظار تشكيل الحكومة التي تضع في رأس أولوياتها معالجة أزمة الكهرباء بشكل كامل ونهائي. وناقشت كتلة المستقبل دعوة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة تشريع للضرورة مطلع الأسبوع المقبل، وقررت المشاركة في هذه الجلسة صونا لمصالح لبنان واللبنانيين الحيوية. وفي بعبدة يستمع رئيس الجمهورية ميشيل عون من زواره إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم بشأن تشكيل الحكومة، مع تأكيد أوساط متابعة إلى أنه لا يتفاوض مع أحد بشأن عقدة سنة الثامن من أذار. فيما لا تزال الأمور مجمدة بشأن حلحلة عقدة توزير سنة الثامن من أذار والاتصالات تحصل بين الأطراف المعنية، إضافة إلى عدم الإفصاح بأي معلومات من قصر بعبدة حول هذه الأزمة، أكدت مصادر مواكبة لمسيرة التأليف أن ما يتم التداول به بشأن خلاف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون وحزب الله غير صحيح، ووضعت كلام الرئيس عون الأخير في خانة الاختلاف في وجهات النظر. كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس عون لا يتفاوض مع أحد بخصوص هذا الموضوع، لكن هناك أشخاص يزورونه ويقترحون حلولا. واعتبرت المصادر أن رئيس الجمهورية يبدي حرصه على تشكيل الحكومة وعلى ألا يكون أحد خاسرا، كما أنه يعرف مدى ضغط الوضع الاقتصادي وماهية العقد ويعمل على تسهيل التأليف. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري عبر عن مواقفه وهو لا يناور. الشأن الحكومي لم يغب عن لقاءات رئيس الجمهورية، حيث استقبل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران لياس عودة
السعودي بحضور النائب الياس بوصعب، وجرى عرض للأوضاع العامة ومسار تشكيل الحكومة، إضافة إلى شؤون تتعلق بطائفة الروم الأرثوذكس. المطران عودي تمنى على الرئيس عون أن يتمثل الأرثوذكس في الحكومة أفضل تمثيل. كما عرض الرئيس عون لمسار تشكيل الحكومة وموضوع تمثيل الروم الكاثوليك مع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون، لا سيما ما تردد حول الحقائب التي ستسند للوزراء الكاثوليك. فرعون أمل إيجاد الصيغ التي تمنع حصول أي إجحاف في حق الطائفة وغيرها واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني، مشيرا إلى خروقات تحصل للأصول وأسلوب التعاطي لبعض الأطراف مع مسار التأليف. الرئيس عون استقبل كذلك سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه ورئيس البعثة العلمانية الفرنسية فرانسوا بيريت بحضور الوزير السليم جريساتي، وجرى عرض لأوضاع مدارس البعثة في لبنان. تكتل لبنان القوي اعتبر بعد اجتماعه الدوري أن الحوار أساس حل العقد والحفاظ على الميثاقية، داعيا لحل سريع لأزمة التشكيل، لأن هيبة الدولة والمؤسسات هي ربح للجميع. اعتبر تكتل لبنان القوي أن المسألة الحكومية أساسية وضرورية منذ اليوم الأول، بمعزل عن العقد والخلافات انطلاقا من المعيار الواحد ونتائج الانتخابات. ودعا التكتل إثر اجتماعه الدوري في بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان إلى حل سريع، مؤكدا أن لا عداوات في السياسة وأن يد التكتل ممدودة للجميع. الحوار هو أساس حل العقد. نحن بنعتبر أنه الحفاظ على المسائية وعلى المكونات اللبنانية كلها هو أساسي بالمحافظة على الاستقرار الداخلي. من هالمنطلق بنعتبر أيضا أنه أي انتصار بدنا نحققه كلنا سوا ما بيتحقق إلا بالتكافل والتضامن فيما بيننا. نحاول ونسعى من وقت ما بدأنا باستعادة الشراكة الوطنية أيضا أن نكون يعني جسر بين كل المكونات، وليس أن نلعب دور الطرف. لكن كل هيدا تحت سقف الدستور. ندعي لحل سريع بيحافظ على المسلمات والمبادئ اللي كلنا انطلقنا منها. هيبة الدولة مش حكر على حدا، هيبة المؤسسات مش حكر على حدا، ولا هي ربح لطرف ولا لطائفة ولا لمذهب، هي ربح لألنا كلنا. وأكد التكتل أنه مع التشريع، وهو ليس بديلا للحكومة بل حاجة للبنانيين في ضوء الضرورات التي يحتاجها مجتمعنا. وتتابعون بعد الفاصل وقف التضامن مع السعودية. أهلا بكم من جديد. غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر حسابه على تويتر، فقال ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني. تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا. ومن دار الفتوى، شدد السفير المصري على اهتمام بلاده بتشكيل الحكومة اللبنانية حفاظا على استقرار لبنان. أدى السفير المصري في لبنان نزيه النجاري اهتمام القيادة المصرية بالوضع اللبناني وتشديدها على ضرورة تشكيل الحكومة لما في ذلك من مصلحة للبلد ولاستقراره. النجاري وخلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تمنى للرئيس المكلف سعد الحريري التوفيق في الجهود التي يبذلها. هناك اهتمام مصري بأن تتشكل حكومة بأسرع ما يمكن، وفرصة وجودي هنا اليوم لأتمنى للبنان أن ينجح في سرعة تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، ولدولة الرئيس الحريري الذي يبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه أن تكلل جهوده بالنجاح في أقرب فرصة. المفتي داريان استقبل النائب السابق قاسم عبد العزيز الذي أكد بدوره وباسم الضنية على الدعم المطلق للرئيس الحريري. نقلت إليه محبة وتقدير أهالي منطقة الضنية الذين يثمنون مواقفه الحكيمة وموقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومجلس المفتين، سيما لجهة دعمهم المطلق لمسيرة الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري. عبد العزيز تمنى على المعرقلين أن يقدروا دقة المرحلة والوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به لبنان.
من عين التيني، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إن الوضع الاقتصادي صعب، لكن اللبنانيين لا يفقدوا الأمل، والمطلوب الإسراع في تنفيذ المشاريع لتخطي هذه المرحلة الصعبة. أكيد دولة الرئيس حامل الهم الاقتصادي والاجتماعي، المطلوب أكيد هو الإسراع بتشكيل الحكومة لحتى تقدر تنكب على الملفات. نحن كمان بهمنا أنه هالحكومة تقدر تبعث لنا طلبات الرأي لحتى يلعب المجلس الاقتصادي دوره الطبيعي. التلاقي مع الكتل النيابية مستمر لحتى نحن نخبرهم عن كل الدراسات والأفكار والرؤى والسياسات اللي عم نشتغلها. مع دولة الرئيس بري حكينا بموضوع اللجان بالمجلس النيابي، وضرورة كمان أنه نتعاون نحن وياهم ونقدر نساعد بالأمور الاقتصادية الاجتماعية خاصة بالشق التقني. زار وفد من مجلس الأعمال اللبناني السعودي السفير السعودي وليد البخاري تضامنا مع المملكة السعودية، وأكد الحرص على العلاقات اللبنانية السعودية. في لقاء تضامني مع المملكة العربية السعودية، زار وفد من مجلس الأعمال اللبناني السعودي القائم بأعمال السفارة في لبنان وليد البخاري. البخاري ثمن مبادرة التضامن هذه، وبشر بحصول قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية. بدوره أعرب المجلس في بيان صادر عنه عن أسفه للحملات المختلفة التي تستهدف المملكة وقادتها، مشيرا إلى أن لبنان يواجه صعوبات كبيرة اقتصادية مالية، وهو في حاجة ماسة إلى تعزيز علاقاته بالدول التي تقف دوما إلى جانبه في الملمات، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية. كما تم خلال الاجتماع عرض خطة ولي العهد للنهوض الاقتصادي، وتطرق البحث لمشاريع الاتفاقيات الثنائية بين المملكة ولبنان البالغ عددها 21 اتفاقية، والتي ينتظر التوقيع عليها بعد تشكيل الحكومة في لبنان. وتتابعون بعد الفاصل. انتصار جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي والديمقراطي في مجلس النواب. أهلا بكم من جديد. أعلنت إيران أنها تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم بدء العمل بالحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية عليها، في وقت استنكرت مصر التدخل الإيراني في شؤون الغير. في اليوم الثاني من الحزمة الجديدة للعقوبات الأمريكية على إيران، تمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تلتزم طهران بعدم التدخل في شؤون الغير. السيسي أكد أن بلاده لن تسمح بالمساس بالأمن القومي العربي، بخاصة في منطقة الخليج، وقال إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو تهديد مباشر سيقبل الشعب المصري كله وليس فقط الرئيس بتحريك قواته لدعم الأشقاء. الموقف المصري تزامن مع موقف تركي مغاير عبر عنه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، الذي أعلن صراحة أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، معتبرا أنها خاطئة وتخل بتوازن العالم. كما اعتبر الرئيس التركي أن العقوبات على إيران تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية، وقال نحن لا نريد العيش في عالم إمبريالي ولا نرى العقوبات صائبة لأنها ترمي لتقويض التوازن العام على حد تعبيره. إلا أن تصريحات الرئيس التركي جاءت مناقضة أيضا لما قاله وزير خارجيته مولود شاويش أوغلو، الذي أقر بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة إعفائها من بعض بنود العقوبات على إيران. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى اليابان، في الوقت الذي نطلب فيه إعفاء من الولايات المتحدة كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة، عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني. وأعفت واشنطن 8 دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات، وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني من دون مواجهة عواقب دبلوماسية. أما نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري فشدد على أن طهران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغوط الأمريكية. ما هو نظام سويفت الدولي ومدى تأثير تعليق تعاملاته بعد سريان العقوبات الأمريكية على طهران؟ التقرير لمحمد حميدي.
بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن سويفت تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى شبكته. فما هي سويفت وما مدى تأثيره على الاقتصاد الإيراني؟ بالـ73 نشأت بالتحديد منظمة السويفت، وهدفها كان بكل بساطة أنه تسهل التجارة العالمية. عشان هيك بنبعت بشي بيسموه الأوردر أوف بايمنتس، يعني اللي هو أمر الدفع، بدل ما نبعت المصاري فعليا على الأرض. كل دفع شو ما كان يكون نوعه بالدولار الأمريكي بده يقطع عبر الولايات المتحدة الأمريكية، صار في عندها مثل سيطرة شبه كاملة على حركة نقل الأموال عبر العالم. كل شيء، في عندك 209 دول مشاركين بهذا النظام، وأكثر من بحدود 9000 مؤسسة كمان مشتركين بهذا النظام. يعني معناتها أنه تقريبا فيك تعتبر أنه كل شيء أكثر من 95% كله بيمرق بهذا النظام، بنظام السويفت. السويفت بيحتوي على 4 معلومات أساسية. 1، بده يكون مكتوب عليه اسم المرسل، البنك المرسل أو المصرف المرسل، بده يكون في عليه اسم المستفيد وبنك المستفيد. هؤلاء 4 معلومات إذا ما كانوا موجودين السويفت ما بيعمل العملية. من هون بتقدر تعرف الولايات المتحدة الأمريكية حركة رؤوس الأموال، وبالتالي بتقدر أنه توقف عملية بهالحالة هذه. ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتخابات التجديد النصفية للكونغرس شكلت نجاحا هائلا، في وقت ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي أظهرت أن الديمقراطيين استعادوا الغالبية في مجلس النواب، والجمهوريين احتفظوا بتفوقهم في مجلس الشيوخ. وسط حالة استقطاب شرسة ربما لم تشهد لها الساحة الأمريكية مثيلا منذ سنوات طويلة، انطلقت الانتخابات النصفية لأعضاء مجلس النواب وشيوخ الكونغرس. وتعتبر الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأمريكي من بين أهم الانتخابات النصفية، ذلك أنها قد تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أكبر لإقرار قوانين مثيرة للجدل أو حرية أكبر في فرض شخصيات معينة في مناصب مهمة للغاية مثل منصب المحكمة العليا، وذلك في حال فاز الجمهوريون بالأغلبية. ويتنافس الحزبان على مقاعد مجلس النواب كلها، أي 435 مقعدا، ويسيطر الجمهوريون حاليا على المجلس باحتلالهم 237 مقعدا مقابل 193 للديمقراطيين وخمسة مقاعد أخرى شاغرة. أما في مجلس الشيوخ يتنافس الحزبان على 35 مقعدا من المقاعد البالغ عددها 100 مقعد، ويتم انتخاب أعضائه لمدة 6 سنوات وثلث أعضاء المجلس كل عامين، ويسيطر عليه الجمهوريون الآن بأغلبية 51 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، بالإضافة إلى مقعدين للمستقلين الذين يحسبون على الديمقراطيين حاليا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين سيحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ إن لم يتمكنوا من تعزيزها أكثر. في المقابل تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على الأغلبية في مجلس النواب. تمكنت قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية من تطويق مدينة الحديدة على ميليشيات الحوثي. تواصل قوات الجيش اليمني تضييق الخناق على الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة الساحلية بعد أن طوقت المدينة من الجهات الجنوبية والغربية والشرقية، ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالي للفرار. الجيش الوطني أكد أن القوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة ولم يعد يفصلها عنه سوى 5 كيلومترات، مضيفا أن العشرات من عناصر الميليشيات سلموا أنفسهم. قوات الشرعية وبعد سيطرتها على المدخل الشرقي للمدينة تقدمت في شارع 50 وسط تراجع للميليشيات باتجاه أحياء وسط الحديدة للاحتماء بالمناطق السكنية والمدنيين. كما نفذت قوات الجيش والمقاومة عملية التفاف من الجهة الشمالية الشرقية، حيث تحاول التقدم للسيطرة على خط الشام الرابط بين الحديدة وحجة
وقطع أهم خطوط إمداد للميليشيات. يأتي ذلك فيما أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة. وفي الختام تذكير بالعناوين: عم ندرس تحت ضوء الشمعة، سد حبال بين أصحاب المولدات والدولة يغرق البلد في العتمة، فقد حملنا صاحب الوطن إلى الإخوة في حزب الله أن يساعدوا في نزع هذه العقبات، مراوحة حكومية بسبب تعطيل حزب الله والحريري غير معني ببازار توزير سنة 8 آذار، السيسي ينتقد التدخل الإيراني بشؤون الغير ويقول إذا تعرض أمن الخليج للخطر سنحرك قواتنا. ومع العناوين نصل لختام النشرة، شكرا لكم.